ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. صباح النور عليكم. النهارده زي ما شفتوا في عنوان الفيديو هروح اقدم لزوزو في المدرسه باذن الله. صاحيه مبسوطه كده وفرحانه، مش مصدقه ان اخيرا زوزو كبرت ودلوقتي عندها 5 سنين و3 شهور. انا قدمت لها في مدرسه تجريبي لغات. هو طبعا بقى تنسيق نظام دلوقتي غير النظام على ايامنا. دلوقتي بتقدمي على الكمبيوتر وبتختاري 3 4 مدارس اللي هم المفضلين ليكي، اللي انت حابه ان انت تقدمي فيهم يعني، وعلى حسب ما التنسيق بيجي لها هم بيختاروا لها مدرسه على حسب حبه حاجات كده، هم يعني حسب السن وكمان حسب القرب من البيت يعني، سواء المدرسة قريبة ولا لا. بس انا حظ بنتي حظها ان هي جالها في مكان بعيد شوية عننا، منطقة يعني. بس الحمد لله هي مدرسة جميلة وعجباني. كنت الاول بفكر ان انا انقلها منها اول لما عرفت، عشان المسافة يعني، علشان ما اضطرش ان انا اركبها يعني مواصلات او اشوف لها حد يوديها ويجيبها باص يعني. فبعدين قلت الحمد لله على كل حال. ودلوقتي هصحي زوزو من النوم والبسها علشان نروح المدرسة ونقدم لها مع بعض، وهفرجكم كمان على المدرسة. هنا كنا وصلنا المدرسة زي ما انتم شايفين، وطلعنا فوق للمدرسات علشان نبتدي نسلمهم بقى الاوراق بتاعت زوزو، شهادة الميلاد بتاعتها وكل الطلبات اللي كانت مطلوبة. هنا كنا قاعدين بقى تحت علشان نملأ شوية استمارات واوراق بالبيانات بتاعتي انا وباباها، وبياناتها هي اللي موجودة في شهادة الميلاد. بنملأ ورق ياما زي ما انتم شفتوا كده شكل الورق ياما. بعد ما ملينا الورق طلعنا فوق كده في الدور اللي فوق علشان نسلم المدرسات اللي هم بيعملوا التقديم للأطفال الملف بتاع زوزو. طبعا عملنا حاجات كتير، دفعنا المصاريف تحت وخدنا الإيصال بتاع المصاريف، وكمان دفعنا المصاريف اللي هي بتدفع في مكتب البريد أو البوستة. دي حاجة جديدة لسه يعني نازلة السنة دي. هو المفروض ان المدرسة دي تجريب لغات. هنا كنت بوريكو المكان بتاع الألعاب بتاعت الأطفال والمراجيح في المدرسة، عاملين لهم جزء كده مخصص للألعاب للأطفال بتاعت كي جي 1 وكي جي 2. زوزو إن شاء الله تاخد كي جي 1 وكي جي 2، بعد كده هتكمل فيها لحد 6 ابتدائي. المدرسة دي زي ما قلت لكم اسمها مدرسة الرصافة. انا اسمع عنها ان هي كويسة جدا، وكمان لقيت ريفيوهات حلوة عنها من اولياء الامور على صفحتهم على الفيسبوك. هنا كنا طلعنا بقى من المدرسة بعد ما قدمنا وعملوا مع زوزو الانترفيو، وقفنا كده عند محل بتاع فول وفلافل يعني مطعم، وجبنا سندوتشات وفطرنا. وبعدين حولنا كده على فتح الله ماركت، ده سوبر ماركت كبير كده زي الهايبر، عندنا ليه فروع كتير جدا في اسكندريه، طبعا كل اللي من اسكندريه عارفينه. حولت كده جبت كام حاجه كنت محتاجاها. كنت محتاجه علب للشاي والقهوه والسكر، كنت محتاجه 3 علب كده غير الطقم اللي هو الفخار اللي عندي اللي انا متجوزه بيه، حسيته مش عملي يعني، كنت محتاجه حاجه عمليه. فالعلب دي لقيتها شكلها شيك جدا كده مضلعه، وكمان لونها من بعيد تحس ان هي مط كده او عليها طبقه كده، علب اكليريك. والغطسان بتاعتها فاكيوم علشان تمنع الرطوبة ان هي تدخل جوه العلب، سواء بقى حاطة فيها شاي او سكر او بن. انت تقدري ان انت تستعملي العلب دي في تخزين اي حاجة انت حباها، بس انا كنت جايباها للاستعمال ده يعني. طبعا متوفر كم منها الاسود والفضي، فحبيت اجيب 2 فضي وواحدة صودا للشاي، والفضي واحدة للسكر وواحدة للبن. العلبة كانت ب33 جنيه، التلاتة عملوا 99 جنيه يعني مكملوش 100 جنيه. بس بجد جودتهم جميلة جدا، وانا جربتهم دلوقتي فعلا مع الاستعمال، سهلين جدا في الاستعمال وبيحافظوا على اي حاجة بتحطها جواهم. هوريكم دلوقتي، هفتحهم ووريكم شكلهم. ده شكل الغطا من جوه، ما شاء الله خامتها نظيفة جدا، وكمان تستاهل اكتر من كده، سعرها حلو جدا، تستاهل اكتر من 33 جنيه. فيها طبقة كده من المطاط او السيليكون علشان تمنع اي رطوبة او هواء ان هو يدخل جواها. ولو انت عروسة او بتجهزي فانا انصحك ان انت ما تكتريش من اطعم التوابل والشاي والسكر اللي هي بتبقى الفخار او الصيني، اللي هي الحاجات اللي بتبقى ديكور كده وتقيلة، علشان مع الوقت مش هتحس ان هي عملية زي كده. حسيت ان هي ممكن اطلعها في المناسبات او استعملها مثلا في المناسبات، لكن في الاستعمال اليومي فانت عايزة حاجة خفيفة كده وعملية، وفي نفس الوقت برضو هتزهقي من الشكل فهتبقي عايزة تجددي. زي انا بحب التجديد، بحب ان انا كل فترة اجيب طقم جديد، بالذات الحاجات اللي ايدي بتبقى فيها على طول، فبحب ان انا احس بتغيير. فالطقم ده كان شكله حلو جدا على الرخامه عندي، علشان انا كمان عندي رخامه لونها اسود، ويعتبر كل الاجهزه عندي اسود في فضي،
فعلشان كده انا اخترت اللون بتاع الغطا بتاعهم يكون اسود وفضي، وكمان جبت ازازتين للميه. كان عندي ازاز للميه بلاستيك بس اللي هي بلاستيك نظيف اللي هو البي اف تقريبا او حاجه كده. دلوقتي حبيت بقى ان انا اجرب الازاز. الازاز دي لقيت ان هي نازله كده عليها اشكال حلوه ورسومات جميله، هنا كان عليها زي حكمه اسمها صدق نفسك تتصدق، عجبتني الصراحة. كان في أشكال تانية كتير وألوان مختلفة بس اللونين دول اللي عجبوني، وكمان سعرهم كان رخيص. سعر الإزازة كانت 17.5 جنيه، يعني سعرها حلو مش مكملة 20 جنيه، وخفيفة كده بتمليها مية بتسقع معاكي بسرعة جدا بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. مجرد ما بحطها في التلاجة بتسقع أسرع من الأزاز البلاستيك يعني عامة، فبرضو عجبوني. أنا ما جبتش حاجات كتير من فتح الله، طبعا كل اللي متابعني عارف ان انا زوجي شغال في المفروشات بتاعة العرايس، عندنا معرض كبير، وكنت نزلت لكم فيديوهات كتير عندي على القناة للحاجات اللي احنا بنبيعها وبنعرضها في المعرض، وكمان للعروض والخصومات اللي بنعملها في المناسبات. فاخدت منه علبتين الفوط دول، دي اول علبة فيهم، ما شاء الله خامتها حلوة جدا، قطن 100% زي ما انتم شايفين. الفوطة نفسها تقيلة وكبيرة، يعني حجمها كبير، اللي هي فوطة نص بشكير، مش الفوط الصغيرة اللي هي المقاس الصغير. زي ما انتم شايفين دي فوط العبد، ماركة العبد طبعا معروفة زي ماركة السروجي، اللي هما الماركتين دول حلوين جدا في الأقطام بتاعتهم وكمان في شرب المية. انا عجبني الشكل الرقيق ده، مكتوب عليها ABC كده، والوانها كمان هادية ورقيقة، ما بحبش الالوان اللي هي بتكون فواقع يعني. ودي تاني علبة معانا، هي تاني علبة دي كانت علبة فوط اطفال. الصراحة زوزو اللي شبطت فيها علشان عجبها رسومات الدباديب اللي عليها، فحبيت ان انا اخدها لها. العلبة دي كانت برضو خامتها حلو قطن، بس التانية طبعا انضف واغلى، اللي هي الفوط الكبيرة دي يعتبر علبة فوط اطفال، فهدي زوزو فوطين وكوكي فوطين منها. انا عندي فوط اطفال تانية بس حبيت ان انا اجدد لهم كده شوية، علشان كمان هي اللي شبطت فيها كان في انواع تانية وفي اشكال تانية، بس هي حبت الاشكال دي علشان عليها حيوانات كده، فكانت كانوا عاجبينها يعني، وكانت عمالة تقول مونكي ومش عارفة ايه وشبطانة فيهم يعني، فحبيت ان انا افرحها. وكمان هينفعوها في وقت المدارس علشان كده تستعملهم الصبح اول لما بتصحى مثلا تغسل وشها، اول لما ترجع من المدرسة، وهينفعوها كمان لو رحنا البحر او رحنا مصيف هاخد لها منهم معايا يعني. ودول كان شكلهم زي ما قلت لكم، في اشكال كتير جدا عندنا في المحل وانواع كمان مختلفه بالاسعار. لو حابين تعرفوا سعر اي حاجه تقدروا ان انتوا تسيبولي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم. وتقدروا كمان ترجعوا للفيديوهات اللي انا كنت منزلها لكم على قناه عندي عن المحل بتاعنا، في بقى كل حاجه تخص العروسه، جهاز العروسه عامه. وكمان اشتريت خدت طقم سرير من عنده للسرير بتاعهم، طقم سرير اطفال اللي هو بيجي ملايتين واتنين مخده واتنين خدادية. وكمان جبت العبايه دي زي ما انتم شايفين، هي عبايه موديل اللي هي العبايات البدوي دي اللي نازله جديد، ده شكلها، بس انا جبت اللون البترولي زي ما انتم شايفين، محبتش اللون الاصفر عشان ماليش في الالوان الفواقع قوي، بحب الغوامق او الفواتح خالص، لكن الالوان اللي هي بتبقى فوسيا واصفر واخضر والالوان دي ما بفضلهاش يعني عامه. فالعبايه دي كان سعرها زي ما انتم شايفين مكتوب عليها كده، خامتها جميلة جدا، عايزة اقول لكم ان انا لبستها واتغسلت، وكمان خامتها زي ما هي مش من الخامات اللي هي بتكش بقى وبتحرر والجو ده. العبية كانت ب265. الطقم بقى بالنسبة لطقم السرير ده، الطقم السرير ده عجبني جدا، خامته حلوة، لونه موف زي ما انتم شايفين، علشان انا عندي اوضة الاطفال لونها موف، وكمان ورق الحائط لونه موف كده، عليها السمكة نيمو وعليها اسماك كده كتير. الخامة بتاعته جميلة والوانه زاهية كده وحلوة، هوريهولكوا كمان على السرير ممكن في فيديو تاني لما اكون فرشاه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، لو ابقى اي معلومة بسيطة، ولو لسه ما اشتركتيش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد انا بعمله، واسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.